بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم رانا متواجدين في محل تاع الأخ إسماعيل اللي متواجد في الحاميس إكزاكتومون في دار البيضاء ولاية الجزائر. كنت سبق أن درت لكم فيديو خاص بالطفرة وكذلك فيديو خاص بالسوفات، وكاين كذلك هذا الفيديو اللي خاص بالطارة، يعني أنواع جميلة جدا. كنت سبقت كذلك وشتوا هدايا الطارة البوليفي الأسود اللي نعيطوا له يعني الحسون الأسود. هو ماشي حسون ولكن هو ما يعيطوا له فقط للحسون الأسود. طارة شباب بزاف راكم تشوفوا، يعني صراحة حاجة نقية وشابة باقي الفيلم. راهم مع بعضهم يضربوا باقا باقا هادو ما كيما قلتلكم، يعني راهم موالفين وكل شيء. المال راهو باين، يعني يجي الاسود تاعو قاسح والفيمالا يعني رايحه شغل يعني في الماء يعني بارده شويه كيما قال. هادو هما هادو كوبله. بالنسبه احنا هنا في المحل عندنا كوبله واحده، ولكن اللي خصو ماشي كامل مشكل، يعني يجيب لكم يعني لا كونتيتي اللي حبيته. بالنسبه للتوصيل متوفره على 58 ولايه. هكذايا قلت لكم عندنا الكفله هاديه. نزيدوا نروحوا كذلك الهاديه دائما في الطاره هدايا، واسمو طاره طاره ماجينون. هذا الطاره في الكلاسيك وهذه في مالا، هذه في الميتاسيون. هذه في الميتاسيون. اذا عندنا في الطاره هدايا ماجينون في الكلاسيك هذيك. يجي كذلك راسو اسود شباب. وهذه هذه في الميتاسيون. هذه في الميتاسيون حاجه شابه بزاف كذلك. راح نقول لكم بالمناسبه هذه ما رايحين لوجاد دائما بلا باك. هذه الموقع الى 2021 ولا 22. المهم كاع كامل صغاره. تبعوا الفيديو راح في الاخير راح نقول لكم المفاجاه شابه بزاف. كاين اللي يحبوا هذا الطائر. زيدوا نروحوا كذلك الان للطاره فينزويلا العادي، ولكن هذوما في الشيف الكلاسيك. كذلك هذوما في الطفره في الميتاسيون. هذه في البران باستر. في البران باستر باستر. وهذا في البران. وهذا يعني تبتل مرة يظل يباطاي عليه. يباطاي على الفيما لا هذه بالك راح ندير لهذا كل عش ان شاء الله. داكور. والسلعه راهي موجوده الحمد لله، يعني بكثره على بالنا اليوم نقص في المحل، ولكن كاينين ماشي كامل المشكل يجيب لكم. هذوما في الطاره في العادي في الكلاسيك. لا لا ماشي في لا لا في هذا في البراق. هذا الحبه لا نص الحبه بالمناسبه. يعني الطاره الكلاسيك موجود بلا كبرت اليوم ما موجود في المحل، ولكن كاين يعني اللي يحب الكلاسيك ولا يتصل دائما بالاف اسماعيل يجيب لكم ماشي كامل مشكل. ونوري لكم كذلك عندنا واحد التنبيه هنايا. كنت تشوفوا دائما المشاكل يصراو لنا هكذايا. شوفوا عندنا تنبيه هذايا. هذه في الكلاسيك يا اخي. هذه في الكلاسيك. في الكلاسيك صح. هذه هي في الكلاسيك. هذه هذيك باقا 2022 هذيك وين راح 22. هذه زوميها بالشوف زوميها مليح. ثقه بركه متحرك يعني. ها اللي كيبان لكم تري تري بيان كيما يقولوا 2022 دائما مع تقنيه الكاميرا تاع اخوكم ناصر. هذيك 2022. نعم 22. وثانيا حاجه اللي حبيت ننبهها مش عارف علاش مطلوق هذوك انا صراحه. دوك هذه راهم نعود فيها جناح يعني ما كانتش هكذا. ما نقول لك حاجه المستغنمين. انا كي بعث لك هذه شوف اول حاجه قلت لي دو ميساج. انا صورناها احنا بالدالي 2016 وهي قلبتني انا ما نعرفش. هاي يا جماعة هادي 2.5 يعني الباقة تاع كيما المقنين 2.5 وهي 2022. 2022 يا خويا هذا ونصورناها. وهذا الجناح وعلى كي بعثتها لي هذا الجناح والله راه مطلوق. فهمني يا خويا إذا أنت راك صادق بكلامك فهمني كيفاش مطلوق. سي دوماج يعني والله غير سي دوماج. نتمناو ما يصراش على السكينة هذوما صراحة. انا كنت سبقت وان فهمتكم في الفيديو الاولاني باش تفهموا المال المستغنمي. المال راني بعدو هاوتي دراهم نرسلهم لك. الله يبارك. هاي لا باش ما تقولش الاخ اسماعيل. وهذه هذا الجناح اللي راه موسيعك وعلاه انا راه طايح. انا كي رسلت لك ها رسلت لك هاك جناحو هاك. كانت شابه هاي لا شابه صح. انت دروك هاك رسلتها لي شو جناحها مطلوب راهو مطلوب شويه. جبتها دار لك جناحها. سي دوماج والله. سي دوماج. انا يا اخي هذيك راح نبيعها وشي اللي بعثوها هذيك. الله
انا نسلوك ما كان اهلي هذا خويا صحيح. واش ما تقولش هذا الاخ اسماعيل راه يظلم فيا انتم تظلموا ديروها للجرون. شوف اول حاجه قلت 2007 باقا 2022 خويا ها بالدليل يا جماعه وكم الوها هاي لك ها ها شوفوا لا لا شوف يقول لك الناس هو ماشي به على ما اظن باقا انا عندي دوك هيدا انا هاني نصب عليك به جبدها وجناحو جناحها واسعه تعوج لها جناحها والله المستعان ان شاء الله هذا ما انا هذا هذه المسؤوليه ما نتحملهاش خويا بيان سير انت تحملها خاوتي ان شاء الله تكون دائما نسيو ما يصراوش المشاكل هذه هما اذا بالمناسبه راح نوري لكم المفاجاه اللي قلت لكم عليها هدايا نينو شوفوا هدايا نينو مصيد في الغابه شوفوا الله يبارك كيفاش جاي هذا نينو نقدر نقول له طفره هذا عمي اسماعيل لو شنو عنده 4 أشهر من المصيد هذا عنده كات مولا مصيد طفره شوفوا يعني هذا الله يبارك او رايح بالك يولي بجد كومبلي هذا مصيد في الغابه بس تمام مليحه هذا سوفاج ماشي يعني زايد في الكاوشه ولا هاولي كني باقاني والو مصيد سوفاج وراكم تشوفوا الله يبارك كيفاش جاي حاجه شابه بزاف هذا يعني شغل تضربوا مع كناريه ولا مع مقنينه ولا راح يخرج حاجه شابه هكذا اذا الانسان اللي ربما هي عجبه ولا حاب يديه يتصل بالاخ اسماعيل ما عنده مشكل في الديل تاعو ينوض نورمال وعادي لا لا ما تفرفط يفرفط بزاف كانت مكسره انا نحيتها نحيتها له انت داكور عاود خرجت تاعك شابه اذا اللي حب النينو هاو كاين نينو شباب بزاف عيطوا له ونيغوسيو معاه هكذا درت لكم فيديو خاص بالطرف فينيزويلا ومع النينو هذا يا دائما نقول لكم تهلاو في رواحكم دعموا قناه ناصر تي في هكذا باش يلحقوا جديد اذا سلام.